الفيلم الحداثة هليوبوليس لجعفر قاسم أخيرا يشوف النور ويعرض شرفيا في قاعة أوبرا الجزائر. هذا الشيء بحضور الجهات الرسمية، الأسرة الثورية وحتى أبطال الفيلم. ميكروفون كلوزر كان حاضر وما قدرناش نجو بلا ما نجيب لكم تصريحات من عند المخرج، أبطال الفيلم وحتى الضيوف. نروح نشوف. قدم المخرج جعفر قاسم أمس وبدار أوبرا الجزائر بوعلام بالسايح العرض الشرفي الأول لفيلم الروائي الطويل هليوبوليس، المنتج من قبل المركز الجزائري لتطوير السينما لمديرته نبيلة رزايق. تم إنجاز الفيلم اللي أرخ لمجازر 8 ماي 1945 تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون، وجاء عرضه شرفيا بالتزامن مع اليوم الوطني للطالب، علما أن العرض الشرفي للعمل كان بحضور أبطال الفيلم والأسرة الفنية والإعلامية لأشادت بجمالية الفيلم وقوة صورته وحواره وببعده الإنساني. يقدم جعفر قاسم بذلك توليفة غير نمطية للفيلم الثوري. أصعب مشهد اللي عشته مش من ناحية تقنية، من ناحية الإنسانية كما نقول، هو المشهد لما ماتوا الاختيال ولا الاكزيكوسيون تاع المناضلين تاع البيبيا وتاع الايمال، كيفاش ماتوا، لأن كانت الممثلين سو سون كونسونتري دي زور اي دي زور، وعاودناها وعاودناها وعاودناها، درنا ميم ان كوتشينغ كيفاش يطيحوا وكيفاش يموتوا باش تكون كل شيء كونكري، كل شيء نامنوا به، كل شيء نصدقوه. فكانت انا بالنسبه لي اصعب مشهد، ومع ان يعني كانت كاميرات تاع التليفونات ولا حبسناهم باش ما يكونش، انا بالنسبه لي اصعب مشهد في الفيلم. الفيلم اللي يستغرق حوالي 116 دقيقة مستوحى من أحداث حقيقية، وإنجازه كما أجمع ضيوف العرض الشرفي هو حدث قد يكسر رتابة المشهد السينمائي في الجزائر، خاصة في زمن تقشف الإنتاجات السينمائية الرسمية وتفشي فيروس كورونا. مش كونتون أن فان كو لو فيلم أو بان دو تاعو سا سي 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 اون تري بون تري بون شوز وحدة دو دو سي ان فيلم كي ا تريني بوندون quand je dis pas traîner, c'est-à-dire ça fait depuis le kitab tao, la préparation au tournage, ou je t'attends après les deux ans tel Covid et tout ça, je pense tant mieux, 14 ans après, au chef Nord, et tant mieux pour nous et tant mieux pour le public aussi qui va aussi découvrir ce film. Jafar Gassem ou le Moumethilin, Ajbouni Bzef. عجبوني كيفاش تحس بلي هما عايشين درك بصح حبوا يحملوا هذاك التاريخ ويوصلوا لنا الرساله تاع الجزائريين كيفاش حاربوا اجل الحريه والاستقلال. المشهد اللي اثر عليا الاكثر لا كورس ا شيفال، كي باشير ربح كي باشير ربح. يا يو بوكو ديموسيون يعني le film est un peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est même d'arriver à voir des films harbiers, des images qui sont des images, des images, des images. Aujourd'hui, on a vu un film qui parle de la tour algérienne d'une autre façon. C'est-à-dire, à travers tout ce qui se passe, des préparations, des ambiances. C'est un changement, c'est une chose magnifique. C'est une addition aux films cinématiques algériens. Bravo. تمكن فيلم هليوبوليس من شد جمهور القاعة، فكنا نسمع تصفيقات وزغاريد كلما جاء اسم الجزائر في الحوار، وكانت البداية مع المشهد اللي برع في تقديمه مراد أوجيت أو بشير بعد فوزه في مسابقة الخيل. سمريت صدر تو ريسبسيون صدر اون انرجي اوسي قديمة عندك ديجا خدرتها انتيا مي بوندون الترافاي ما تعرفهاش كون تي روسوا ليماج مي كون كي ترجيك تو ديكوفر ان تروك صدر ان ريزولتا de tout un travail. C'est vrai, c'est un personnage un peu athlétique, fait khidma athlétique. Je dis d'Aliya. D'habitude, voilà, je déroule un peu. C'est-à-dire, le cinéma, c'est des rôles lourds assis, hein, tranquille. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Mais là, il y a une belle vie, c'est ça. هليوبوليس كان محبك تقنيا، لا تسمع فيه طلقات رصاص كثيرة أو ألعاب نارية صاخبة. حضور أبطاله عزيز بكروني، فضيل عسول، وسهيلة معلم وغيرهم جاقوي، وبخصوصه قالت سهيلة.
أنا فخورة يعني وتشرفت أني يعني شاركت في فيلم اللي يتكلم لأول مرة على أحداث أو مجازر 845، لأنه إحنا كنا شفنا يعني الفيلم أغلى لوا كان طرق في البداية 5 دقائق من أحداث 8 ماي، ولكن إحنا هذا الفيلم عملنا يعني يا قصة خيالية ولكن مقتبسة من أحداث تاريخية، وهذه الفترة أظن أنها فترة مهمة من تاريخنا الجزائري. يعني إحنا لازم نتعودوا على أفلام كما هذه اللي تحكي على تاريخنا، وإن شاء الله يا ربي نتمنى الفيلم يروح البعيد إن شاء الله. مع انتهاء الفيلم وصعود أبطاله لمنصة العرض لإلقاء كلمة وتحية للحضور، منساوش أبطال إليوبوليس من تقديم رمزية جميلة لفلسطين من خلال حمل العلم الفلسطيني، ضاربا بذلك إليوبوليس الفيلم موعدا لعشاق الشاشة الكبيرة مع عروض يومية بدءا من اليوم.